السلام عليكم مشاهدي قناة طوب حدقة، مرحبا بكم. هذه الحلقة وبمناسبة عيد الأضحى، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة، بغيت نقدم لكم الكفتة بولفاف مع الرز بالعسل والفاكهة. باش نوجدوا هذه الوصفة غادي نحتاجوا كيلو كفتة غنمي، كيلو شحمة بولفاف، البصلة، كزبر ومعدنوس، اللوز، الزبيب، القرقع، سكر كلاصي، الزبدة، شعرية رقيقة، الرز، فلفلة ألوان، ملحة، قرنفل، عسل، سمن، القرفة، الكمون ودامتي بقري. وها هما المقادير غادي يبانوا على الشاشة. خذي كاسرونة دوبي فيها شوية ديال الزبدة، زيدي فيها الشعرية الرقيقة، ومنين تبدأ تتحمر لوحي عليها شوية ديال القرنفل، ومن بعد خوي فيها الرز وبقاي تحركي باش ما تلصقش. من بعد زيدي القرفة، الملحة، العسل، وفي الأخير خوي عليها الماء طايب وحده حتى يغلى، ونقصي من العافية وسدي عليها لمدة 10 دقائق. من ما يطيب الرز والشعرية خذي مقلة ودوبي فيها حتى هي شوية ديال الزبدة، وزيدي فيها اللوز والقرقع والزبيب، وزيدي شوية سنيدة وبقاي تحركي، وفي الأخير زيدي شوية ديال القرنفل والقرفة. خذي زلافة وديري فيها الكفتة، من بعد زيدي فلفلة ألوان مقطعين بهذا الشكل، البصلة، القزبر ومعدنوس، معلقة كبيرة ديال الكمون، ومعلقة كبيرة ديال السمن، وبطبيعة الحال زيدي مربع ونص ديال دامتي بكري، وفي الأخير خلطي كل شيء. خذي الكفتة وكوريها بهذا الشكل، من بعد خذي الشحمة قطعيها وعمري وطوي بهذه الطريقة. ودابا جا وقت الشواء. إلا بغيتي بولفاف ما يتحلش ليك منين تكوني كتشويه، حطيه على الطوية باش تسودا مع الحرارة. ودابا قدمي بهذا الشكل مع بولفاف. خذي زلافة ديري في القاع ديالها الفاكهة المعسلة، ومن بعد زيدي الرز ومعسيه باش يلصق مع بعضياته. وعيد مبروك. كنتمنى هذه الوصفة تعجبكم، جربوها وبارطاجوها مع احبابكم، شاركوا معنا في القناة، ضغطوا على الجرس وتابعونا في الفيسبوك. إلى اللقاء في الوصفة الجاية.